المعلم محمود داوود وجود جديد واول مره نمثل الصب عليه ونقول له برضه الشغل والكلام برضه عشانه تحية غالية برضه المشوار الباشا على الفيل الإدارة بركة المعادي تحية برضه الباشا هاني حمادة الحناوي الباشا هاني حمادة الحناوي عمدة كمال عبعال اللي تمثل الصب على الباشا الباشا علي فيل بن حقيقي وامام بيبرد بن حقيقي براكب المعادي وتحيه برضه الحاج عادل سلامه الحاج عادل سلامه اللي بيحيي الباشا علي فيل النار معانا عم احمد الهوين اللي حقيقي والباشا هاني حمار الحناوي والمسك الصبح على الترفه الاولى تحيه الباشا المنور ونقول الشغل والكلام برضه شغله الحاج احمد سعد الباشا علي فيل التاريخ التاريخ تحيه التاريخ انت يا قصور برضه الحاج خاطر اللي فوق وشاب اللي فوق الشيخ محمد الصباح اللي بيحيي الباشا علي فيل الشيخ محمد الصباح بيحيي الباشا علي فيل وتحيي الباشا شريف ابو سيف الحاج احمد سعد اللي بيحييك الباشا زكريا خطاط تحية برضه الباشا زكريا خطاط تحية غالية برضه عشانه الباشا عباد المكناوي تحية غالية برضه عشانه مرة من أمه اللي بيحيي الباشا علي الفيل الباشا عباد المكناوي اللي بيحييك مرة من أمه الباشا مالي شغال بيحاول باشا على الفيل والهالي بس تحية برضه الهالي باشا الهم يحييك والباشا على الفيل الله يبارك لك يا باشا الله يبارك له ويحمي كل اصحابه